السلام عليكم. ان شاء الله المره دي هنشرح الفريكوانسي اناليسيس يوزنج دي اف تي. طيب احنا المفروض نتكلم عليه، احنا المفروض نتكلم عن ان احنا ازاي نعمل فريكوانسي اناليسيس للسيجنال بتاعتي. بس اللي احنا كنا بنشرحه الفترات اللي فاتت ديت ان احنا بيكون عندنا السيجنال كامله، بس في الواقع المفروض السيجنال عندي بتكون لما باجي بعمل لها كومبيتيشن حقيقيه المفروض ان هي بتكون ليميتد، فانا المفروض باخد منها جزء وبعمل له بعد كده اللي هو الدي اف تي بتاعي. يعني مثلا دلوقتي ان انا لو عندي اللي هو السيجنال، لو مثلا اللي هي بتكون بالشكل دوت كده، مثلا بتجيلي كذا سيجنال كده بالمنظر دوت بتجيلي على الكمبيوتر، انا في الكمبيوتر المفروض مش هستنى كل السيجنال بتاعه قبل ما تيجي، المفروض ان انا باخد منها جزء وبعد كده باخد منها جزء وافضل اعمل دوت عليه اناليسيس بتاعتي واعمل دوت عليه الاناليسيس بتاعتي. ده اللي بيحصل في الواقع. طيب فدوت اللي احنا بنعمله دوت بيكون ليميتنج للسيجنال بتاعي في التايم، او اللي هما بيسموه ويندوينج، ان انا باخد جزء من السيجنال بتاعتي، او فعليا ان انا بمسك السيجنال بتاعتي دي كاني مثلا مسكت السيجنال بتاعتي دي كلها وقمت ضربتها في سكوير في التايم، او اللي هو مثلا ايه مجموعه يونت بالسز بالمنظر دوت كده بقوم ضربها في السيجنال بتاعي. طيب انا المفروض لما باجي بستقبل السيجنال بتاعتي بستقبلها ازاي؟ انا اول حاجه بستقبل السيجنال وبعد كده بعملها انتي اليسنج فلتر علشان ما يحصلش عندي فريكوانسي اليسنج في الفريكوانسي دومين، وبعد كده بقوم عامل السيجنال بتاعتي السامبلنج بالاف اس بتاعتي اللي هي بتكون اكبر منها وبيساوي اللي هو 2 باند ويدث بتاعي دوت اللي هو نايكوست كرايتيريوم، وبعد كده ببتدي اعمل اللي هو الديوريشن ليميتنج اللي احنا قلنا عليه اللي هو الويندوينج. طيب الويندوينج ده بيتمثل بازاي؟ ان احنا بيكون عندنا ان احنا بنعمل ليميتنج للسيجنال بتاعتي الانترفال بتاعتها باللي هو التي نوت اللي هي بتساوي ال في التي، ال اللي هو النمبر اوف سامبلز والتي اللي هو السامبلنج بيريود، فلما احنا نضرب في الاثنين دول في بعض هيطلع لي في الاخر اللي هو البيريود بعمل لها ويندوينج. طيب عاوزين ناخد مثال كده، نفترض مثلا ان انا عندي اكس اوف ان ديت كوزاين سيجنال بتبقى اوميجا نوت في ان، وديت الويندو بتاعي اللي هو بيكون عندي اللي هي ال1 بتكون عندي من 0 لحد ال ماينس 1، ال ال دوت اللي هو بيكون نمبر اوف سامبلز بتاعتي في التايم دومين زي ما احنا عارفين. طيب ده بالمنظر دوت، بعد كده اقوم انا محولها في الفريكوانسي دومين هيطلع لي في الاخر هو بالشكل دوت اللي هو كانها ايه السينك بالمنظر دوت كده، مجموعه بلصات بالمنظر ده كده دوت اللي هو السيجنال بتاعتي لما انا بحول البلس بتاعتي ريكتانجلر من التايم دومين للفريكوانسي دومين يطلع بالمنظر دوت. بعد كده بقوم ماسك المفروض ده منظور فريكوانسي. طب ايه اللي بيحصل بقى فعليا؟ انا ده اللي بتكون السيجنال بتاعتي لما بضربها في الويندو كده عملت لها ليميتنج في التايم، فبتطلع لي اللي هو الايه الويندو او اللي هو التايم ليميتد سيجنال بالمنظر دوت. فلو احنا عاوزين نحولها في الفريكوانسي دومين، طبعا احنا عارفين ان الكوزان عباره عن دلتتين، فانا بقوم ماسك الدلتتين دوت ومضربها في المنظر اللي هو الشكل بتاعي دوت كده، فبتطلع لي في الاخر بالمنظر ايه بتاعي دوت. ادي هنا الدلتا الاولانيه وادي السيجنال بتاعتي وادي الايه الدلتا الثانيه بتاعتي، تمام. فده كده المنظر بتاعي في الفريكوانسي دومين. طبعا اللي احنا هنلاحظه ان احنا عارفين المفروض لما يكون عندي دلتتين اللي احنا عارفينه يعني ان الدلتتين لما اجي اعملها فريكوانسي المفروض تطلع لي دلتتين، بس اللي حصل ان الدلتا بتاعتي اتفرشت زي ما بيقولوا كده هي بتتفرش او بيحصل لها ديسبيرشن بتاعتي في الفريكوانسي، الباور بتاعها بيبقى ديسبيرتد تتفرش بالمنظر دوت كده، دوت بيسموه باور ديسبيرشن او ليكج. وتاني حاجه السبيكترم بتاعي ديستورتد. طيب يعني ايه السبيكترم بتاعي ديستورتد؟ لو احنا دخلنا هنا في الجزء التاني دوت هنا، ان انا لما بيحصل ويندوينج لما بعمل ويندوينج للسيجنال، السيجنال بتاعتي ممكن يحصل ان تو دلتاز يخشوا على بعض. طيب دوت نتيجة ايه؟ دوت نتيجة ان انا بعمل إيه اللي هو يعني الفريكوانسي بتاعتي لما باجي بعمل لها اللي هو دي اف تي وكده بيخشوا هما الاثنين على بعض. فنفترض مثلا انا عندي الاكزامبل دوت كده، فلاحظ الفريكوانسي ديت قريبة جدا من الفريكوانسي ديت، فلما باجي بعمل لها اناليسيس بتاعتي واحولها من بعد لما اضربهم واعمل ويندوينج للسيجنال بتاعتي هلاحظ ان طلع لي السيجنال بالمنظر دوت، بس طالع دلتا ادي دلتتين وادي دلتتين، بس المفروض يطلع لي تلات دلتات بالكوزاين ديت. بس لما احنا نقوم مزودين السامبلنج في التايم هلاحظ ان عندي المنظر دوت زاد. طيب دوت بكام معادلات جه منين؟ دوت بيجي نتيجة ان احنا عارفين في لما بعمل ويندوينج في الشكل دوت كده الشكل دوت كده لما بالمعادله بتاعه دوت كده بيحصل ان عندي بيحصل زيرو كروسنج عند كل 2 باي ال، يعني بمعنى ان انا 2 باي يعني عدد اللي هو اللي هو زيرو كروسنج بيحصل اللي هو هنا مثلا زيرو وادي زيرو وادي زيرو بيحصل عند 2 باي ال، تمام. سيبكم من الان ديت، الان دوت اللي هو المقصود بيه يعني اللي هو العدد بتاعهم كلهم، مثلا انا هعوض بواحد او اتنين وتلاته، بس هو الزيرو كروسنج بيحصل عند 2 باي على ال اللي هو اول زيرو كروسنج. طيب المفروض ان انا عندي الفريكوانسي الاولانيه اللي هي بتكون ديت مثلا ناقص الفريكوانسي التانية المفروض ان هي تكون اصغر من لما بيبتدي يحصل الزيرو كروسنج دوت. طيب دوت ليه؟ لان قبل ما يحصل الزيرو كروسنج بتكون عندي الريزوليوشن بتاعتي بتكون قليلة،
فالمفروض ان انا عندي يكون عندي اللي هو الاوميجا واحد دوت بنص عاديه في المنظر دوت كده. لو الاوميجا واحد لو هي يعني اوميجا واحد اقل الفرق بينها وبين الاوميجا 2 اقل من 2 باي على ال اللي هو الفرق يعني ما بين في الزيرو والزيرو اللي جنبيه هنا، فيبتدي يحصل اوفرلابنج زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. لكن لما هبتدي ان انا ازود الاوفرلابنج دوت هيبتدي ان هو ايه يختفي، تمام؟ يا دوت اللي احنا ده الفريكونسي 2 باي على ال دوت هو الفريكونسي بتاعتي. فانا عندي ان هي ديت لما بتتغير لو اللي هو الفرق يعني مش كبير هيبقى الفرق بينهم هما الاتنين دولت يعني اللي هو مش واضح، فمش هيوضح لي الفرق بين الدلتات دي. فعشان امنع اللي هو الاوفرلابنج دوت بزود الريزوليوشن بتاعتي بتاعه السيجنال بتاعتي واخليها ايه 2 باي على ال اللي هو ان انا اللي هو في الاخر هيطلع يعني لو هاجي اعمل ستيبس يعني اللي هو همشيها كده بالظبط. اول حاجه احنا عارفين السامبلنج هيبقى اكبر من المفروض ان هو يبقى اكبر من الباندويتس، وبعدين زي ما احنا قلنا ان ال F2 ناقص ال F تكون اكبر من ال F1. يعني احنا لما بنبص هنا مثلا لما مسكنا المعادله ديت وفكينا بعد ما ضربناه وعملنا الاول دوينج هيطلع لي بالمنظر دوت كده. فالمفروض ان F الفريكوانسي ديت او بلاش بقى دي عشان دي ديستورتد، لو نلاحظ هنا عندي الدلتتين هو كده الفريكوانسي ديت ناقص الفريكوانسي بتاعت اللي هو التانية اللي هي بتاعت الويندو المفروض ان هي تكون اكبر من الفريكوانسي اللي هي اللي بعديها عشان ما يحصلش اللي احنا عارفين اللي هو يحصل ما يحصلش الاوفرلابنج دوت. فالفرق F2 ماينس الاف اللي هي بتاعت ال W او اللي هو الويندو المفروض ان هي تكون اكبر من F1 اللي هي الفريكونسي اللي هي الايه اللي بعديها. فنلاحظ في الاخر ان هو يعني اللي هو مقصود بيها ان الدلتا اف تكون اكبر من الاف او اللي هي لو مسكنا الاف دوت وقلبناها تبقى اللي هي ايه 1 على تي. طيب ايه هي الاف ديت؟ دي الفريكونسي اللي هي بتاعت الويندو او اللي هي ال 1 على تي. التي ديت اللي هي البيريود بتاعت الويندو كلها. فيحصل في اخر خالص المفروض ان الدلتا اف تكون اكبر من او يساوي الواحد على التي. طيب واحنا عارفين ان البيرود بتاعت المفروض ان هي التي بتساوي ال في التي اس اللي هو المفروض البيرود بتاعت اللي انا بعمل لها ليميتنج، فدي بتساوي بعد كده اللي هي ال على الاف اس اللي هو التي اس بتبقى اف اس. بعد كده لما امسك واقوم معوض هنا معوض دي مع دي فتلاقي في الاخر ان ال اللي هو عدد السامبلز المفروض اللي انا اعملها في التايم عشان ما يحصليش ديستورشن في الفريكوانسي دومين المفروض ان هي تكون اكبر من او يساوي الاف اس على الدلتا اف، تمام؟ دوت اللي هو المنظر بتاعها او ده الاثبات بتاعها جت مني. فانا المفروض علشان ما يحصلش ديستورشن المفروض ان انا اختار ال اللي هي بتطلع لي هنا، يعني الاحظ ال اللي هي موجوده في المعادله بتاعه ال W في الفريكوانسي اللي هي ديت المفروض ال ديت اللي هي برضه زي ما احنا عارفين اللي هي النمبر اوف سامبلز في التايم، تمام؟ ان هي المفروض اسمه ايه ده ان هي تكون اكبر من او بيساوي الاف اس. وبعد كده احنا عارفين علشان نعمل اللي هو التايم نمنع تايم اليسنج ان المفروض ان ان تكون اكبر من او بيساوي ايه ال. ملحوظه برضو بس اخيره برضو ان احنا لما نيجي نجيب الدي اف تي بالنسبه للسيجنال اللي هي بتاعت الاكس اللي هي بتاعت بعد ما اللي هي الويندوز سيجنال المفروض ان احنا بنعمل بس اللي هو بنزود زيروز من بعدد ان ماينس ال عشان نمنع بس اللي هو التايم دومين اليسنج قبل ما نبتدي نعمل الدي اف تي للسيجنال بتاعتي، تمام؟ فديت الستيبس اللي هي تمنع عشان نعمل فريكوانسي اناليسيس سيجنال بتاعتي وفي نفس الوقت تطلع لي فيها كل الانفورميشن اللي انا عاوزها وما تبقاش ايه ديستورتد.